جزء من مداخله الاستاذ سمير ديدو عضو هيئه الدفاع عن الدكتور صعب عتيق، وراجعين مع ضيفي ومع السيده زينب لمرايح زوجة الدكتور صعب عتيق. يلا. صعب عتيق تم اعتقاله بتعلت انه ثم شاب خرج من السجن لانه اوقف في قضيه جنائيه، مش لازم نقولوا شنو هي، وقال أن الجريمة التي ارتكبت سنة 2016 بسرقة منزل في أحد الأحياء هو في الأصل ما زال صاحب عتيق، لهذا ما كانش منذ 7 سنوات. القضية اتصل بها القضاء وأغلقت. شنو الأدلة اللي وردت في كلام الشاب هذا؟ أولا أنه شاب صاحب عتيق في مقر الفرقة التي باشرت معه الأبحاث وأعطى اسم رئيس الفرقة. ثانيا أن الصحفي عتيق زاره في الإصلاحية ووعده بمساعدته. وثالثا أن تلقى منه أموال بعد ما خرج من الإصلاحية. اللي وصلنا له حاليا سيفاجئكم جميعا، وخاصة المعلومة اللي مش نقولها في الأخير واللي خلات سيد قاضي التحقيق وقت اللي نطرح عليه سؤال لماذا يبقى السيد صاحب عتيق حاليا بعد المعلومة الأخيرة موقوفا، ما عنده حتى جواب. شنو هي المعلومة؟ خلينا نبدأ بها. أنه هذا الشاب اللي تحدثت عنه سيدة زينب المراحي زوجة صاحب عتيق، والذي انطلقت منه القضية وأوقف بناء على وشاية السيد صاحب عتيق، هو نفسه تراجع في وشايته. قال انا لم اعد اذكر شيئا، وحسب معطياتنا فانه كان، او حسب فهمنا خلينا نقول هكا لمزيد الاحتياط، انه ربما كان موعودا باطلاق سراحه اذا وشاب صاحب عتيق، وذلك ما دفعه للوشايه، وحين لم يطلق سراحه تراجع. نعم، كانت هذا او كان هذا جزء من مداخله الأستاذ سمير ديدو في الندوة الصحفية التي عقدتها هيئة الدفاع عن الدكتور صعب عتيق. مرة أخرى تنضم إلينا السيدة زينب المراحي. السيدة زينب، سلطة متفردة بالسلطات كلها، لم تخجل ولا تخجل من غلق مؤسسة برلمانية شرعية منتخبة، ومن يعني وقف عمل أو طرد قضاة قرابة 60 قاضي، ولم تسمح لقرابة 50 قاضيا بمزاولة عملهم رغم صدور أمر قرار قضائي إداري إبات. ما الذي يجعلها في حاجة كما يقول الأستاذ سمير ديدو إلى هذا الواشي حتى تقولون تصفي خصم سياسي؟ سيدة زينب، أعتقد أنه انقطع الاتصال، نحاول إعادة الاتصال بالسيدة زينب. وأحيل نفس السؤال للأستاذ أنور الغربي. نعم، طبعا غياب المنطق في كل القضايا، وكما تفضل الأستاذ منصف منذ حين، يعني هرسلة القضاة وهرسلة القضاء وهذا المناخ الذي نراه بما في ذلك سجن المحامين والسياسيين والنشطاء، وحتى يعني التطاول على الجميع في الداخل والخارج، والحديث عن المنظومة الدولية ووصفها بتلك العبارات المعيبة وغيرها، كله يدل على أننا لسنا في دولة في الحقيقة، ولا منطق في التسيير للدولة. نعم. حتى لا نقول أنه غياب المؤسسات، ونقول غياب الديمقراطية، ونقول غياب الشفافية، أنه كل هذا الآن غير موجود على أرض الواقع مع الأسف الشديد، وربما عند الحديث عن ملفات أخرى سنعطي أمثلة على ذلك. ولكن بما أننا نتحدث عن قضية الأستاذ صاحبي عتيق حاليا، الجميع اليوم يتذكر، وكلنا وعلى الأقل المطلعين منا، نعم، يذكروا الرسالة الشهيرة اللي اكتبها
ذلك اليهودي الفرنسي بعنوان جاكوز، يعني أنا أتهم. واتهم السلطات الفرنسية القائمة حينها في الأربعينات بسلوكها المعيب تجاه اليهود وبهرسلتهم والإساءة إليهم. أنا لا أقول اليوم بأن هناك سلوك جماعي تجاه فئة معينة من الناس، ولكن هناك نظرة للمخالفين لا تبتعد كثيرا. أعيد قراءة هذه الرسالة فهي مهمة. كل من لا يشبهني فهو خائن، فهو يعني من نوعية الحشرات، ويجب إبادته ويجب القضاء عليه ويجب ضربه بالكيميائي. هذا عمليا هذه المفردات، يعني لو يتم تجميع المفردات اللي استعملتها رئاسة الجمهورية في صفحة رئاسة الجمهورية، أنا أدعو الباحثين والمختصين للعودة على صفحة رئاسة الجمهورية وتوثيق كل ما كتب في تلك المرحلة، حتى إذا ما وقعت محاسبة السيد قيس سعيد عن هذه المرحلة، يكفي ما نشر على صفحة رئاسة الجمهورية لإدانته بالكامل هو ومن معه، لأن كل ما فيها إثبات لجرائم فعلية حقيقية كلامية وفعلية. نعم. سواء هو كشخص أو مساعديه في الجرائم التي ارتكبت وترتكب بحق الشعب التونسي والآخرين اليوم، ومنهم الأفارقة أيضا. نعم.